بسم الله الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ایام 20-13-14-15 چاند کی تاریخ کے ایک خاص دعا ہے، جس دعائے مبارکہ کو دعائے ایام 20 کہا جاتا ہے. اس دعا کی بہت بڑی فضیلت ہے، رزق روزی کے لیے، کاروبار میں خیر و برکت کے لیے، بیماریوں سے حفاظت کے لیے، لا علاج روحانی امراض سے شفا کے لیے، تنگ دستی سے بچنے کے لیے، غربت سے بچنے کے لیے، خوشحالی کے لیے، اور گھر کے اندر اتفاق و اتحاد کے لیے، اور رزق روزی میں برکتیں اور بہاریں پیدا کرنے کے لیے، نعمتوں سے مالا مال ہونے کے لیے. اپنی ہر بات اور ہر دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے منظور کروانے کے لیے اس دعائے مبارکہ کو آپ نے کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے. جتنا بھی آپ پڑھ سکیں، آپ سن سکتے ہیں، سنیں، پڑھ سکتے ہیں، پڑھیں. جب سنیں گے تو آمین کہتے جائیں، اور اگر آپ خود پڑھیں تو اپنے مقاصد کو ذہن میں رکھیں. یا اللہ پاک 13-14-15 جس طرح یہ تاریخیں چاند کی روشن ہیں، اس طرح میرے مقدر کو، میرے باطن کو، میرے ظاہر کو، اور میرے معاملات کو، میرے حالات کو، میرے نصیبوں کو، میرے مقدروں کو چمکا دے، روشن فرما دے. میرے نصیب چمکا دے، میری خوشیاں چمکا دے، میرے معاملات چمکا دے، روشن فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دونوں جہانوں کو روشن فرمائے گا. دعائے مبارکہ چھوٹی سی ہے، اس دعائے مبارکہ کو آپ نے پڑھنا بھی ہے، اور اگر پڑھ نہیں سکتے تو سننا ہے، اور سن کر آمین کہتے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک بأسمائک الحسنى بحقك. یا اللہ یا رحمان الرحمن، یا اللہ یا رحمان الرحمن، علی العرش استوى، علی العرش استوى. یا رحیم وکان اللہ غفور رحیم. مالک یا مالک، مالک یوم الدین. یا قہار لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. یا قدوس الملک القدوس. یا سلام السلام المؤمن. یا مہیمن المہیمن. یا مہیمن المہیمن. یا مہیمن المہیمن العزیز. یا جبار الجبار المتکبر. یا عزیز یا عزیز یا عزیز وکان العزیز. یا جبار الجبار المتکبر. یا عزیز وکان اللہ عزیزا حکیما. یا خالق فتبارک اللہ احسن الخالقین. یا باری الخالق الباری. یا مصور هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. یا اول یا آخر. یا اول یا آخر والآخر. یا ظاہر یا باطن ظاہر الباطن. یا شکور ان ربنا لغفور شکور. یا غفور وکان اللہ غفورا غفورا رحیما. یا ودود یا ودود هو الغفور الودود. یا قاہر وهو القاہر فوق عباده. یا حلیم واللہ شکور حلیم. یا خلاق هو الخلاق العلیم. یا نور اللہ نور السماوات والارض. یا باسط ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر. یا قائم قائما بالقسط لا الہ الا هو لا الہ الا هو العزیز الحکیم. یا حی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یا سمیع فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یا بصیر ان اللہ بصیر بالعباد. یا علی وهو العلی العظیم. یا حکیم وکان اللہ عزیزا حکیما. یا قادر قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا. یا رحیم ان ربکم لرؤوف رحیم. یا لطیف
يا لطيف يا لطيف إن ربي لطيف لما يشاء يشاء يا خبير إن الله كان عليما خبيرا يا قريب يا قريب إن ربي قريب مجيب مجيب يا باعث إن الله يبعث من في القبور يا رازق وهو خير الرازقين يا وارث لله ميراث السماوات والأرض يا قوي يا قوي يا قوي يا قوي يا قوي يا وارث ولله ميراث السماوات والأرض يا قوي إن الله لقوي عزيز يا شهيد والله على كل شيء شهيد يا مبدي إن هو يبدي ويعيد يا تواب إن الله تواب حكيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا وهاب إنك أنت الوهاب يا جميل فاصبر صبرا جميلا يا وكيل وكفى بالله وكيلا يا كافي وكفى وكفى الله المؤمنين القتالا يا ولي 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 هو الولي الحميد وهو 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 الولي الحميد يا ربي فتبارك الله رب العالمين يا غني والله الغني وأنتم الفقراء يا محسن والله يحب المحسنين يا قدير والله على كل شيء قدير يا مفضل والله ذو الفضل العظيم ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما يا معز يا معز يا معز يا معز وتعز من تشاء وتعز من تشاء يا مذل وتذل من تشاء يا رفيع رفيع الدرجات ذو العرش يا شفيع من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يا كبير إن الله كان عليا كبيرا يا كبير إن الله كان عليا كبيرا يا حق فتعالى الله الملك الحق يا بر إنه هو البر الرحيم ويا يا وتر واشفي والوتر يا غفار إنه كان غفارا يرسل السماء يا غافر وأنت خير الغافرين يا حميد تنزيل من حكيم من حميد يا منان بل الله يا منان بل الله يا منان بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان يا باقي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يا أحد قل هو الله أحد يا متين إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين يا هادي إن الله يهدي من يشاء يا بديع السماوات يا بديع السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة يا فتاه هو الفتاه العليم يا رقيب إن الله كان عليكم رقيبا يا محيط والله بما يعملون محيط يا قاضي والله يقضي بالحق يا صمد قل هو الله أحد الله الصمد يا حسيب إن الله كان على كل شيء حسيبا يا نصير نعم المولى ونعم النصير يا واسع وكان الله واسعا حكيما يا متعال عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالي يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين يا ولي الإسلام وأهله مسكينا بالإسلام وثبتنا
على الإيمان حتى نلقاك حتى نلقاك به وأنت عنا راض غير غضبان. يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب السماوات السبع رب السماوات السبع ورب العرش والحمد لله رب العالمين كما هو أهله. بارك لي في الموت وفيما بعد الموت. الله. آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک فارورڈ کریں، شیئر کریں، کیونکہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے، بھلے کا بھلا. اور آپ کمنٹ میں ماشاءاللہ ضرور لکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.